دورها استشاري ولديها مشاكل. أنا أحكي لك من خلال الإعلام، لديها مشاكل كثيرة حقيقة من خلال الآراء الفنية والآراء يعني السياسية لداخل البلد، مشاكل لدينا كثيرة، ليس الكل راضي على أداء الأمم المتحدة، لذلك هي هفوة يعني حصلت من قبل الأمم المتحدة، والأمم المتحدة رشحت الشركات ولم تلزم سيدنا مقصودة ومجلس المفوضين للإحالة إلى شركة دون أخرى. نعم مقصودة؟ لا لا أبدا أبدا ما مقصودة، لكن هناك مشاكل أو أخطاء تصير في جميع المراحل. بعد نبول المركض والغربي الغرب لكم. دكتور باسم عندك تعقيب؟ أنا فقط هو هذا السؤال الرئيسي، هل يعقل أن المفوضية الممثلة الأمم المتحدة ترشح شركة وهمية؟ هذا واحد، وأتمنى يجاوبون عليها. ترى هذا السؤال ترى هذا سؤال خطير دكتور باسل، خطير جدا. خطير جدا ثاني. لأنه المقدمات غير مطمئنة، وأنا قلت صحيح. أحيي مجلس المفوضين، أكو حلقة مفقودة بالموضوع يا ناس. صحيح. هاي ثانية، شوف الشركة قالوا عليها وهمية، هي إذا 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 الـ PwC اللي هي برايس ووتر هاوس كوبر، هذه شركة عالمية مو شركة وهمية، هذه شركة أرباحها سنة 2020 43 مليار دولار، مو شركة وهمية. هاي اللي دخلت بالمناقشة، اللي دخلت من ضمن الشركات، إذا هاي المرشحتها PwC مثل ما قلت لك الـ PwC اللي هي برايس ووتر هاوس كوبرز، مو نفس اللي كتبتها التصريح اليوم. خلي تجاوبني ست أستاذة جمانة اليوم التوضيح. ست جمانة عندك إجابة للدكتور باسل؟ أكو خطأ بالهاوس. الدكتور باسل يقول الذي نشر الذي نشر في موقعكم لشركة عالمية الرصينة والتي تمت الإحالة لها هي شركة غير معروفة، بالتالي الناس تريد إجابة على هذا السؤال. وتدرين دكتور باسل متخصص بهاي القضية. نعم، احنا ممكن نقول ان الامم المتحده وفق الاسم اللي تكلم بيه حضرتك، يعني مو زينه بالانجليزي حتى اقوله، لكن لربما وفق هذا الاسم الامم المتحده رشحتها على اساس انه هذه الشركه هي البريطانيه، يعني انه هي هاي الشركه الام وانه هاي الشركه الاصليه. لكن بعد التيقن من هذه الشركه والتحري تبين انه ليس هذه الشركه، ليس نفس الشركه، وانما هذه الشركه موجوده في كردستان وشركة عراقية. يعني أنا إذن هذا خطأكم أستاذ جمانة، هذا خطأكم. نعم. مو خطأ لأنه هذه شركة عليها معروفة والاتصال مباشر مع إلها، كل شركة لها أرقامها الخاصة وعدها. نعم. إلها أرقامها خاصة. فهذه نعم. لا بعد عثرة، لولا الشك ما بحثنا. هذه لا تعد عثرة أستاذ، وإنما تعد وفدة للمفوضية، لأنه المفوضية اكتشفت هذا الموضوع من أوله. اللي اختار وهذه اللجنة هي 10 شركات رشحتها الأمم المتحدة، بموجب الأمر الديواني وجهنا لهم الدعوة المباشرة لدخول بالمناقشة، استجابوا 2 الشركة البريطانية والشركة الألمانية. زين هنا مداخلة، كيف وجهت الدعوة أستاذة جمانة؟ على أي إيميل؟ على أي إيميل الآن أمام الجمهور سيدة جمانة؟ بأي إيميل إذا تعرضين الآن أنتم كنتم تخاطبون هذه الشركة حتى نتضح الشركة الوهمية المزورة من الشركة العالمية؟ أكيد أكو مخاطبات، وأكيد يعني رغم ذلك المفوضية جاوزت هذه العثرة قبل التعاقد مع هذه الشركة، وسوف يتخذ بحقها الإجراءات القانونية. الشركة اللي أحالت المناقشة، يعني اللجنة اللي أحالت المناقشة إلى الشركة، هي من وزارة الاتصالات، من الجهاز الأمني، يعني مسؤول ذات الاتصالات البرمجيات، مدير البرمجيات وأجهزة ومدير دكتور نجم. طيب هنا خليني أرجع للدكتور باسل. دكتور باسل عفوا، معذرة سيدة، هي التي أحالت متطلبات العملية إلى الشركة البريطانية. طيب الأمم المتحدة دكتور لدينا هذا اللي تبين أنها شركة عراقية. دكتور باسل، بالإضافة إلى تعليقك حتى أيضا أشكر الأستاذ سيد محسن، أنه الشركة اللجنة بالاتصالات هي التي أحالت، أليس من المفروض أن هذه اللجنة الآن تخضع للتحقيق حتى نبدأ من البداية؟
لا انا دعني اختلف مع السيده جمانه. راح ليش هذا الاختلاف؟ لان هنالك لجنه شكلت بموجب الامر الديواني رقم 3 لسنه 2020، ضمت مفوض من مجلس المفوضين، عضويه مدير قسم ومدير قسم البرمجيات وعضو من الجهات الامنيه، معناها لجنه مو الاتصالات. وبالتالي اللجنه هي التي رشحت مجلس المفوضين، ومجلس المفوضين وافق بالاجماع بعد التاكد بالرصانه وانها افضل الشركات والى اخره. هذا ما يصير يا استاذه جمانه، يعني هذا مع احترامي لكم، لكنه هذا عمل هواة مو عمل محترفين حقيقة. لأنه ما ممكن أنه أنت كل هذه اللي جان عندكم وتمر عليكم شركة وهمية. هذه صعبة تقبلها من مؤسسة، أقبلها من فرد، أقبلها من شخص عادي، لكن هذه المفوضية اللي يوكل على عاتقها قيادة أخطر فعالية هي الانتخابات، أنا كيف ممكن أنه أثق بإجراءات المفوضين المحترمة وتخطأ اللي هي هكذا خطأ؟ هذا خطأ يعني لا يمكن أنه يعني حقيقة أن يعني أن نتجاوزه أو نقول أنه تداركنا وإلى آخر. لا هذا خطأ جسيم جدا 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 جسيم. يعني سيدة جمانة، بناء على ما يقوله الدكتور باسل حسين وعلى ما تقولينه أنت، تقولين إنها وثبة ولكن الآخرين يسمونها عثرة. يعني أنا أي التوصيفات هي الأداء؟